اللهم وفقنا للهدى، واعصمنا من أسباب الجهل والردى، وسلمنا من آفات النفوس فإنها شر العدى، واجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عمن سواك، وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك. إلهنا قومنا إذا وججنا، وأعنا إذا استقمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وأحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، واجعلنا عند السؤال ثابتين، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم، وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، وأدخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم، ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وعلى غيرك لا تكنا، وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا، وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم أمرتنا بدعائك فاستجب لنا كما وعدتنا، وها نحن ربنا نقف متذللين خاضعين معترفين بذنوبنا، فتجاوز عن زلاتنا وارحمنا واغفر لنا ذنوبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وشد علينا بلطفك وامتنانك، وتغمدنا برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافيهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.